السلام عليكم ومرحبا بكم في غوسات ليلي. اليوم ان شاء الله راح نديرو اون غوسات سالي، سي وجبه عشاء ولا فطار بالبطاطا والخضره. نفوتو المقادير. الوغ هنا عندي بطاطا كما راكم تشاهدوا، انا بطاطا راني غليتها في الماء، طيبتها في الماء بشويه بان كيوب وشويه ملح، ولا تجيو ديروا غير الملح، وكرازيتها كما راكم تشاهدوا كيما هكا شغل بيوري، ما درتش معاها حليبه، جوست طيبتها وكرازيتها وهذا مكان. عندي الكورجيت مرابيا، الكابويا مرابيا ولا القرعه مرابيا حبه. هنا عندي زوج بصل قطعتهم هكا دي مورسو هكا مكعبات. عندي الشامبينيون هذا اختياري، تجيو ما ديروش، انا ديت هنايا 200 غرام تاع الشامبينيون. عندي كاروت زروديه حبه كبيره مرابيا تانيك. عندي هنايا سبع حبات بيض. البطاطا ديت 2 كيلو، 2 كيلو تاع بطاطا. الا كنتو كل واحد على حسب افراد العائله تاعه، حنا رانا بزاف ولا عندي بلا كبير. نتوما كنتو 4 ولا 5 ديروا كيلو تاع بطاطا، والبيض نقصوا تانيك. هنا ديت فارينة، هنا ديت 7 مغارف كبار تاع ماكله، 7 مغارف تاع فارينة. الا كنديروا بلا صغير ديروا غير 4 ولا 3 ونص. شعدنا تانيك. عندنا الفرماج كاري، هذا فرماج غابي، شويه كريم فريش باش ديها مع البطاطا اختياريه تجيو ما ديروهاش. عندنا لا ميسكاد، لي زيبيس نورمال، حرور، كمون، كركما، شويه الثوم هكا سمول ولا ديروا نورمال. عندي شويه زيتون تانيك ومعدنوس، شويه معدنوس، وهذا مكان. ولا لا ليفيغ شيميك، ولا كاش حاجه نسيتها ولا نذكركم بها من بعد. نورمالمون هذا مكان. دونك نفوتوا العمليه الاولى، غادي نحنقلوا الخضره تاعنا كاع في بشويه الزيتون. كما راكم تشاهدوا راني درت المقله تاعي تحمى، وانا مع شويه زيت الزيتون. دوك العمليه الاولى نديرو البصل تاعنا يتقلى. بسم الله، فوالا ندير البصل تاعنا يتقلى، يدبل شويه، ندير مع شويه ملح باش يتقلى بالخف، باش يدبل بالخف. راني نسيت حاجه ما قلتها لكمش، الكفته لا فيون داشي، كفته نسيت باش نقولكم الكفته. ابخي الكفته اختياريه، تجيو ما ديروش غير ديرو الخضره، تكتفوا بهذه الخضره تاعنا. بغيت معها شويه، غير شويه كفته، قد 200 غرام ماشي بزاف. الا كان ما عندكم شي ما ديروش، مع شويه كفته وجوج حبات طوماطيس. فوالا هذا مكان. تجيو ديروا معها الطون ولا ديروا معها اسكالوب تاع بولي، دي بتي مورسو قطعوهم ولا طحنوهم، الشيء اللي عندكم. ولا سينو كتفوا غير بالخضره، لا فارس تاع الخضره هذه، زعما سي با حاجه اوبليغاتوار كفته. انا بغيت غير نزيدها. فوالا البصل تاعي يتقلى غير شويه، دوك ندير عليه الزروديه، ندير عليه الشامبينيون تاعي يتقلو، نقليهم شويه في الاخر. ما تقلوهمش بزاف، باغي يقعدوا شويه بلا كولور تاعهم. هذه انا عارفه بلي الصغار ما يبغوش الزروديه، ما يبغوش لي كورجيت الكابويا، غادي نخزنوها في مع البطاطا، نديروا ينفاخ حتى ما يشوفوش هما ياكلوا. فوالا ماما هذا البلا هذا صحي، يعني فيه الخضره، فيه اللحم، فيه البطاطا، فيه البيض، زعما لي با غرا، ماشي ما فيش الزيت بزاف. نتمنى لكم تسيو يعجبكم. نخلي الكروطه تاعي تقلى شويه، ونضرب ندير الشامبينيون تاعي، وندير لي كورجيت القرعه ولا الكابويا، نديرهم يتقلوا شويه مع هذا، وندير مع لي زيتون، خلي كل شيء يتقلى في خطره في رحبه. فوالا كيما هكا ندير لي زيتي تاوعي، نزيد شويه ملح، الملح ما نكثروش باسكو غنديرو فرماج وغنديرو الزيتون. فوالا باش لافارس تاعنا البلا تاعنا ما يجيناش مالح، البطاطا تاعك فيها الملح. فوالا كيما هكا، وندير شويه لي زيبيس، ندير شويه الثوم سمول، هذا غبره الثوم، الا كان معكمش غبره ديروا الثوم اللي عندكم نورمال، رابوه ولا طحنوه. فوالا شويه الثوم كيما هكا، ندير كركم، ندير شويه كركم، اي مغرب صغيره تاع قهوه ولا على راس المغرب شي بزاف. فوالا شويه كركم شي بزاف. فوالا ندير الكمون، الكمون توابل، يعني توابل نورمال اللي بغينا نديروهم في الكفته ولا. ومن بعد غير شويه كفته، كفته قلت لكم ماشي بزاف، تجيو ما ديروش. فوالا شويه حرور،
فوالا كيما هكا لا ميسكا تخليها مع البطاطا نديرها. وغادي نخلي كاع هاد المقادير، غندير الطوماطيس دروك، لا طوماط جوج حبات طوماطيس قبيله نسيت باش نقول لكم عليهم مع الكفته. غادي نخلي كاع هاد المقادير يطيبوا ونعاود نرجع لكم ان شاء الله. فوالا دوك غادي ندير شويه كفته اللي قلت لكم عليها، فريمون هاد ماشي بزاف، غير شويه كفته ابو بري 150 غرام ولا ماشي بزاف، تكون عندنا الخضره كما قلت لكم تنجموا ما ديروهاش الا ماشي متوفره عندكم في الدار، تنجموا تستغنوا عليها. فوالا غادي تقلى مع هاد الخضره كاع وندير عليها معدنوس ولا فخس على اي واجده. فوالا نتوما ذوقوا، لكن خاصكم ملح تنجموا تزيدوا كما قلت لكم، غنديروا فرماج والزيتون مالحين تقدروا غير شويه في الاول، كنا نخليها التصويره تاعي تقلى وكاع ندير معدنوس ومن بعد نشوفوا المرحله الثانيه تاع البلا تاعنا. فوالا كما كنتو تشاهدوا غندير الزيتون، ها هو الزيتون ما ديتش بزاف درت غير شويه ما تكثروش. فوالا ها هو المعدنوس غنديرهم هنايا، لا فخس تاعي هنايا صايي راهي طايبه هي واجده صايي، خلطت شويه المعدنوس مع الزيتون هذا ومن بعد صايي سي بون، نطفي على الفخس تاعي ونفوت المرحله الثانيه. فوالا كيما هكا فوالا رجعت لكم، الفخس تاعي صايي طابت خليتها تبرد شويه ونفوت المرحله الثانيه، هي نديرو البيض فقص البيض هنايا. انا ديت 7 حبات بيض كما قلت لكم، الا كان عندكم لا غديروا قل نقصوا البيض ونقصوا البطاطا ولا فارس تانيك. فوالا غادي ندير البيض تاعي كاع حنا كما راكم تشاهدوا، درت البيض تاعي كاع دروك غادي ندير الملح، ندير شويه ملح فوالا شويه ملح، ندير الحرور لي زيبيس تاع قبيله درناهم في لافارس، نعاودو نديروهم هنايا البزار والكمون. فوالا كيما هكا ندير شويه كمون، نعرفو بلي البيض يبغي كمون، وهادي عندي مبوشيه شويه. فوالا كيما هكا فوالا بزاف، شويه كركما، كركما هو الكركم. فوالا شويه هنايا عطيها بنة شابه، نزيدو نديرو الثوم تاعنا اون بودغ لاي اون بودغ. فوالا ونخلط هاد المقادير كاع. فوالا بعد نخلطهم غادي ندير الحليب تاعنا، ندير غير شويه حليب قبيله ما قلت لكمش حليب، ديروا شويه حليب قد ابري 3 كويار هكا كما قال لك انا عيني ميزاني 3 4 كويار باش نخفوا شويه البيض هذا. نديروا لافارين تاعنا دوك، ندير لا كريم فريش كما راكم تشاهدوا. فوالا نجي المغرف سمحوا لي حطيتش المغرف قبيله، ندير لا كريم فريش فريمون يجي البلا هذا يجي بنين بزاف بزاف، نتمنى انكم تجربوه. لا كريم فريش ابري 4 كويار، انا البوكمي لي صايي نديرها كاع سي 4 كويار ابري هكا. فوالا شويه حليب فريمون لا كريم فريش عطيها بنه شابه البطاطا، نعرفوا البطاطا تمشي بغاي مع لا كريم فريش والبيض والفرماج تاعنا لا ميسكات تانيك. خلط مليح الخليط هذا ودروك ندير في لافارين تاعي مع مع لي فيغ شيميك، سمحوا لي راني مقلقه شويه. فوالا نديروا الخماره ان ساشي فوالا ونبدا نخلطوا. فوالا زيد شويه ونبدا نخلط. فوالا بعد ما الفرينه تاعي دوك غندير شويه معدنوس، نقطع شويه معدنوس غير شويه ماشي بزاف، راه دايرين في لافارس. ندير شويه ميسكات تاني قبل ما ننساها، لا ميسكات هاي مينا شويه نكثر باسكو لا ميسكات شويه علي فورت ان بو فور شويه. نخلط كاع ودروك غادي نجيب البطاطا تاعي هذه. فوالا كيما هكا غادي نجيب البطاطا تاعي، غادي نشي فرماج غابي ما تكثروش غير شويه نخلو شويه من بعد. فوالا شويه فرماج غابي فوالا، وغادي ندير البطاطا تاعي هنايا في هذا الخليط تاع البيض. فوالا كيما هكا فوالا كيما راكم تشاهدوا، ندير البطاطا تاعي هنايا بسم الله نفرخها كاع كيما راكم تشاهدوا كيما هكا. فوالا نبدا ندخل البيض في البطاطا. فوالا دوكا نبدا ندخل البيض في البطاطا، نخلط كاع هاد الميلونج هذا كيما راكم تشاهدوا. فوالا كيما هكا فريمون هاد البلا يجي بنين بزاف،
ميم تنجمو ديروه في رمضان ولا يجو عندكم الضياف لي زانفيتي تاني تنجمو ديروه لهم. ما يكونش زعما نقولوا زي فيه الخضره بصح لي ايكونوميك. فوالا خلط كاع كيما هكا بيان. فوالا دروك كيما راكم تشاهدوا لي خلطت كاع البطاطا تاعي مع الميلوج البيض والفرينة اللي درناه. دروك ديت انا بلا كيما هكا كيما راكم تشاهدوا دهنتها بالزبده بيد بيغ. انا البلا هذا تاعي كبير بزاف بون كبير بزاف الفي 40 اللي اوفال الفي 40. فوالا دوك غادي ندير لا مواتي تاع ميلوج تاعي بطاطا هذا. فوالا كيما هكا ندير هنايا النص بسم الله ندير النص. فوالا كيما هكا فوالا ونحاول نحله في البلا كيما هاك درت شويه زبده اللي قديرو زبده باش ما يسقناش ما يعطيها بنه شابه في البطاطا. الزبده تجي بنينه مع البطاطا. فوالا كيما هكا نزيد شويه فوالا كيما هاك درنا فيها لا ليفيغ شيميك الفرفاره خميت الحلوى فريمون غادي يجينا خفيف يجينا بنين غادي يطلع لنا ونحسبو كاطو ندير ان كاطو. فوالا ندير لا فخس تاعي كاع كيما هكا كيما راكم تشوفو ونحاول نطليها هنايا كيما هكا. فوالا كيما هكا ندير عليها الفخوماج كاري هذا ولا ديروا اي فرماج عندكم. انا ديت كيما هكا وانتوما دو الشيء اللي عندكم يعني كيما هكا. وندير فرماج رابي فرماج كاري عفوا فوقها كيما راكم تشاهدوا هاي درت فرماج كاري نزيد غير شويه رابي ماشي بزاف غير شويه باش نديرو من بعد في من فوق في الوش تاع الكراتا تاعنا. وضروري غادي نغطي بالبطاطا هذه فوالا نغطي الكراتا تاعي بالبطاطا هذه كيما راكم تشاهدوا. ولكن كنت تشاهدوا راني درت البطاطا تاعي سقموها مليح باش تشمخوا يديكم وسقموها مليح بلا كويير ولا بلا سباتول. دروك غادي ندير الفرماج غابي في الوش تاع الكراتا تاعنا نديرو غايه فرماج غابي فوالا كيما هكا. وغادي نديرها في الفرن على درجه حراره 180 حتى 200 وخلو حتى البطاطا تاعنا تنشف من البيض وكاع وكلشي طايب لا فارس طايبه كلشي طايب غير البيض تاعنا يطيب ينشف ومن بعد صاي الغدا تاعنا يكون واجد. انا غنديرها يطيب ان شاء الله وكي يكون واجد يطيب ويوجد لنا ان شاء الله نعاودو ليكم. فوالا ها هو الغدا تاعنا بعد ما طاب ها هو الشكل النهائي تاعو كيما راكم تشاهدوا. انا قعد لي 30 دقيقه في الفرن نقصت ليه على 180 درجه قعد لي 30 مينوت جا منتفخ جا شباب. فوالا غادي نكتب لكم مورسو باش تشوفوا كي جا من الداخل. فوالا فوالا ها هو الشكل تاعه كيما راكم تشاهدوا. عندنا البطاطا من التحت من الفوق ومن التحت عندنا لافارس درناها ها هو الفخوماج درناه راه دايب كنت تشوفوا فريمون البنه ما نقولكمش فريمون لي بون بنين بزاف جا خفيف درنا فيه لا ليفيغ شيميك جا خفيف. فوالا هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم نتمنى انها تكون عجبتكم. ولكن عجبتكم تنسوش ديروا لي جيم واشتركوا في القناه باش يوصل جديد. بقالي نقول لكم تهلاو في رواحكم وتلاقوا في روسيات جديده باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.